يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشترى والدي أرضا ثم توفي، وعلمنا بعد ذلك أن هذه الأرض كانت وقفا، كانت وقفا، فهل يجوز تقسيم هذه الأرض علينا على أنها تركة على الورثة؟ لا ما يجوز، ما يصح بيعها وهي وقف، ما يصح بيعها وهي وقف. الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه ورأى الحاكم بيعه لتعطل مصالحه أو لإبداله بما هو خير منه، هذا يرجع فيه إلى الحاكم. أما إذا تبين أنه وقف وهو مبيع على أنه ما هو وقف لكن تبين أنه وقف، فهذا أصل البيع باطل، يرجع الوقف على حاله. نعم.